وعلمائهم مبينين منزلته. هذا هو الوجه الأول في بيان منزلته. فمن أولئك العلماء والأئمة الذين تكلموا عن الحديث وعدوه في أصول الدين ما سبق معنا من كلام الحافظ الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله عند الحديث الخامس المتقدم شرحه، حيث قال: أربعة أحاديث هي من أصول الدين: النيات والحلال والخلق ومن عمل. ويقصد بالحلال هذا الحديث، حديث الباب الذي معنا، حديث الحلال بين والحرام بين. فعدها أو فعد هذا الحديث الإمام إسحاق من أصول الدين. وتقدم أيضا معنا قول الإمام أحمد إمام أهل السنة: أصول الإسلام عندنا ثلاثة، ثلاثة أحاديث: النية ومن أحدث والحلال بين. ويقول غيره من أهل العلم ومنهم الحافظ بن دقيق رحمه الله عن هذا الحديث أنه أصل عظيم من أصول الشريعة. ثم نقل رحمه الله أن الإمام أبا داود السجستاني تلميذ الإمام أحمد ذكر أن عنه أنه قال: إن الإسلام يدور على أربعة أحاديث، وذكر منها هذا الحديث، حديث النعمان الحلال بين. ثم قال رحمه الله، أعني ابن دقيق، قال: وأجمع العلماء على عظيم موقعه وكثير فوائده. أجمع العلماء على عظيم موقعه وكثير فوائده. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. والأمر كما قال رحمه الله. فهذه النقول تظهر لنا منزلة هذا الحديث عند أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. ولا شك فإن هذا الحديث قد حوى أصولا عظيمة وفوائد كثيرة ومسائل عديدة، وبسطها يحتاج إلى تفتيت كثير، ولكن لعلنا نشير إلى جملة مما يدل على بقية هذه الفوائد وهذه المسائل العظام. هذا هو الوجه الأول. والوجه الثاني في بيان بعض المعاني المتعلقة بهذا الحديث العظيم، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. هذا الكلام من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ فيه تقسيم للأحكام، وأنها إلى ثلاثة أقسام: قسم حلال بين محض، حلال بين محض لا اشتباه فيه. وقد جاء النص بتحليله، فهذا هو الحلال البين، كما في قوله جل وعلا: أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وكقوله جل وعلا: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فأكل الطيبات من الثمار والزروع ونحوها هذا من الحلال البين المحض، ومثله الزواج، مثله اللباس ونحو ذلك، هذا مما أحله الله لعباده.
والقسم الثاني الحرام البين، حرام بين محض لا اشتباه فيه، قد ورد النص بتحريمه كما في قوله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الآية، وكقوله جل وعلا: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ومثله تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، من تلكم الفواحش شرب الخمر وفاحشة الزنا والعياذ بالله والربا ونحو ذلك، هذا مما جاءت النصوص بتحريمه. فكل ما جعل الله منه أو كل ما جعل الله فيه حدا وعقوبة أو وعيدا، سواء جاء ذلك في الكتاب أو في السنة، ما جاء فيه الحد أو العقوبة أو الوعيد فهو محرم. والقسم الثالث المشتبهات، أمور مشتبهات لا يعرف أو لا يعرفها كثير من الناس أحلال هي أم حرام، وكما قال عليه الصلاة والسلام: لا يعلمها كثير من الناس. أو لا يعلمهن كثير من الناس، لكن الراسخون في العلم لا تشتبه عليهم، فهم يعرفونها تحليلا أو تحريما، وقد تلتبس وتشتبه على أحد من أهل العلم لا على كلهم، فلا بد أن يقوم في الأمة عالم يوافق قوله الحق فهذا مما لا تشتبه عليه الأمور. وهذا ظاهر من مفهوم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، ولعلنا إن شاء الله نعرج على بيان فضل العلم إن تيسر في الوقت. والوجه الثالث في شرح هذا الحديث في معنى المشتبه، وهل له سبب أو دافع لوقوع هذا الاشتباه؟ فالمشتبه هو المشكل، المشتبه هو المشكل، سواء كان ذلك في الأعيان كالخيل والضب أو شرب ما اختلف في تحريمه أو لبس ما اختلف فيه من جلود السباع ونحوها، أو كان ذلك في المكاسب كالتورق مثلا ونحوها من المعاملات. ولهذا يقول الحافظ بن دقيق رحمه الله: المشتبهات هي كل ما تتنازعه الأدلة من الكتاب والسنة وتتجاذبه المعاني، وتتجاذبه المعاني.
ولهذا الاشتباه أسباب عديدة، كالاشتباه في الدليل من حيث الدلالة ومن حيث الثبوت، وينبني على ذلك الاشتباه في تطبيقه على المسألة فينطبق عليها الحكم أو لا ينطبق. ومن أسبابه تعارض الأدلة، ظاهر الأدلة، وكذلك من أسبابه اختلاف العلماء. ووقوعه يقع أيضا في الناس إما لقلة العلم أو قلة الفهم أو التقصير في تطلب الحق ومعرفته، ولهذا نجد أن هذا العلم دائما ما يبينون وينصحون ويذكرون الناس بوجوب رفع الجهل عن أنفسهم، فإذا ما ارتفع الجهل عن الإنسان ظهر له الحق بإذن الله جليا، ما دام متصلا بالله جل وعلا، مخلصا في طلبه، متبعا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مقتفيا للحق باحثا عنه. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته العظيمة: والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من كتاب ومن سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. هو كذلك. فالجهل داء قاتل مميت يقتل صاحبه، فقد يرتكب الإنسان المحرم وهو لا يدري، وقد يأكل الحرام وهو لا يدري، وقد يفعله، وقد يأتيه، وقد يعين عليه، وقد يسكت عنه وهو لا يدري. فإذا من ضم إلى الجهل الهوى، والعياذ بالله، ازداد الأمر سوءا وظلمة على صاحبه، وانصرافا عن الحق وقبوله، فضلا عن أن يبحث عنه أو يفرغ وسعه في بيان المعاني وطلب الحق، ويخشى أن يتطور الأمر إلى معاداة الحق وأتباعه. ولهذا يقول رحمه الله: الجهل داء قاتل. فإذا من ضم إلى الجهل الهوى فذاك موت محقق وهلاك محقق، إلا من عصمه الله وغفر له ورحمه ولطف به. ولهذا يقول أيضا رحمه الله، أعني ابن القيم، في كتابه العظيم الفوائد، يقول: قد يتسلل إليك لص الهوى وأنت في زاوية التعبد، ثم لا يجد منك طردا له، فلا يزال بك حتى يخرجك من المسجد. هو كذلك. فإذا ما تسرب للإنسان داء الهوى ولم يدفعه بصدق التوكل واللجوء إلى الله مع العلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة وما جاء عن الصحب الكرام رضي الله عنهم وسلف الأمة المرضيين، ضل وأضل والعياذ بالله. قال: والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من كتاب ومن سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. هو يشبه رحمه الله
الجاهل بالمريض الذي هو على مشارف الموت أو الهلاك ويطلب وصف الدواء له وشفاؤه، يقول: أمران في التركيب متفقان عند العقول السليمة وذوي الفطر القويمة، نص من كتاب ومن سنة يرفع عنك ذاك الداء القاتل المميت المهلك. النصوص الشرعية، نصوص الوحيين، لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. قال: نص من كتاب ومن سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. أين نعم الذي يستطيع أن يصف لك هذه الأدوية النافعة لهذا الجهل الذي وقع فيك؟ هو العالم الرباني يصف الداء، يشخص الداء ويصف الدواء الناجح الناجع بأمر الله. وأنا أضرب لهذا مثلا تقريبيا أقرب به للإخوة في طلاب الحلقة وغيرهم. أقول مثال هذا: لو أن إنسانا يجيد اللغة الإنجليزية مثلا ودخل إلى إحدى هذه الصيدليات ليشتري دواء لعلة فيه، لمرض أو لنحو ذلك، أي نوع من أنواع الأدوية، ولعل هذا الشاب لو قيل له: تقرأ هذه الإنجليزية، هذه عناوين الأدوية، يعرف يقرأها كاملة ولا يتلعثم. فهو يقرأ وينطق صحيحا، لكن لا يعرف أن هذا الدواء يصلح للقلب أو يصلح إلى كذا ولا يصلح إلى كذا، لا يعرف. الذي يعرف هو الطبيب الخريط، لا الطبيب المتعالم. كما يوجد أطباء متعالمون، يوجد طلبة علم متعالمين أيضا، أو أناس متعالمين. فلهذا كونه يعرف اللغة لا يعني بالضرورة أنه يعرف أنواع العلاجات والاستطبابات منها. فكوننا نقرأ، هذا للتقريب، كثير من الناس يعرف النصوص، يقرأ القرآن، يقرأ الأحاديث، لو أعطيته القرآن كاملا لقراءته فتسمع القراءة منه لعلك لا تجد في قراءته لحنا، بل يقرأها قراءة قويمة، وكذا في نصوص السنة. ولكن تنزيل هذه النصوص ومعرفة دلائلها واستنباط الأحكام منها، إذا لم يمتلك الإنسان آلة النظر وأهلية الاستدلال لا يستطيع إلى معرفة هذه النصوص ودلائلها وانطباقها ومناط الأحكام وغير ذلك. فكون الإنسان يقرأ لا يعني أنه يستطيع أن ينزل. وهكذا العلم إنما أخذ بالتدرج، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا نص الإمام هنا في نونيته، قال: وطبيب ذاك العالم الرباني يصف لك الأدوية النافعة الناجحة للداء الذي معك. ولهذا قال ابن عمر رحمه الله في وصف المنافق في وصف الخوارج كما في البخاري: أولئك عمدوا إلى نصوص نزلت في المنافقين أو في الكفار فأعملوها في المؤمنين. ولو جئت إلى الخارجي أو المبتدع بشتى صنوفهم وألوانهم ستجد أن الواحد منهم يستدل بآية، يستدل بحديث، لكن هل هذه الآية وهذا الحديث هو على المعنى الذي فهم وعلى الدلالة التي استدل بها؟ قال الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ
فيتبعون ما تشابه منه، الضمير راجع إلى القرآن، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ولهذا أثنى الله على الراسخين في العلم في هذه الآية وفي غيرها، والراسخون في العلم كما قال الحافظ الشاطبي رحمه الله هم الثابت. من هم الراسخون في العلم؟ قال هم الثابت الأقدام في علم الشريعة، الثابت الأقدام في علم الشريعة. إذن هذا معنى المشتبه، وهذا بعض أو هذه بعض أسبابه، ولا يعلمهن. قلنا لماذا لا يعلمهن كثير من الناس؟ قلنا لعدم علمهن بها أو علمهم بها، إما لقلة العلم أو لقلة الفهم أو لتقصير في معرفة الحق وتطلبه أو لسوء قصد والعياذ بالله، وذلك من أخطرها وأشنعها. والوجه الخامس في شرح هذا الحديث في موقف الناس من المشتبه. ما هي مواقف الناس من النصوص المشتبهة؟ الناس فيها على أقسام. قسم مواقفهم في المشتبهات، قسم ترك المشتبه طلبا لرضا الله جل وعلا، ترك الاشتباه والأمور المشتبهة طلبا لرضا الله جل وعلا وتحرزا من الإثم، لأن طلب السلامة لا يعدلها شيء. فلما اشتبه الأمر عنده طلب السلامة فابتعد، وهؤلاء هم الذين جاء فيهم الحديث في تتمته فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والمراد هنا بالعرض موضع المدح والذم من الإنسان، فإذا ما ذكر به، إذا ما أتى بجميل الفعل مدح، وإذا ما أتى بقبيحه ذم وقدح فيه، ثم وقدح فيه. هذا قسم ترك الاشتباه لله طلبا للرضا، طلبا لرضا الرحمن جل في علاه، واحترازا من الوقوع في الإثم، خشي أن يقع فابتعد. وقسم يقع في المشتبه عند الناس، يعني هذا الاشتباه هو عند الناس، أما عنده فغير مشتبه، أما عنده فغير مشتبه، هو مشتبه بالنسبة إلى غيره، أما بالنسبة إليه فغير مشتبه، لأن الحكم عنده واضح. فيأتيه لوضوح الحكم عنده في الحل وعليه، فمن أتاه فلا ضير عليه ولا حرج. ولكن العبد لو ترك ذلك، يعني ذلك الفعل لو تركه حفاظا لعرضه من الناس، من أن يلوكوه بألسنتهم، فهذا حسن، فالسلامة لا يعدلها شيء. ولا يخفى الحديث الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ذات ليلة يعني في يتكلم مع صفية في إحدى الليالي، فمر رجلان من أصحابه فأسرعا لما رأياه، فقال على رسلكما إنها صفية،
هل الإنسان يبتعد قدر الاستطاعة؟ نعم، فالسلامة لا يعدلها شيء. وقسم يقع في المشتبهات وهي مشتبهة عليه، يعني يختلف عن القسم الثاني أن القسم الثاني السابق هي مشتبهة إلى غيره معلومة إليه، أما القسم الثالث مشتبهة عليه وعلى غيره، فحاله كحال غيره في الاشتباه، فإنما أو وهو يقع فيها اتباعا للهوى، يقع في هذا المشتبه والعياذ بالله اتباعا للهوى، وهذا قد وقع في الحرام، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث نفسه: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذه أقسام الناس تجاه مواقفهم من المتشابه. والوجه الذي يليه وهو لعله السادس في حكم المتشابه أو المشتبه، في حكم المشتبه بماذا يحكم عليه أهل العلم، وما الذي خرجوا منه؟ هل هو المتشابه من قبيل المحرم أم ماذا؟ فالعلماء رحمهم الله نظروا في حكم المشتبه هذا فخرجوا إلى ثلاثة أقوال: قول بأنه حرام، قول بأنه حرام، لأن في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث استبرأ لدينه وعرضه، قالوا: ومن لم يستبرئ لدينه وعرضه فقد وقع في الحرام. وقسم قالوا: هي حلال، هي حلال ولكن تكره، واستدلوا على ذلك بقوله: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فهذا السياق يدل على أن ذلك من الحلال، حلال ولكن فيه كراهة، وتركه هو الورع. وقسم ثالث قالت أن المشتبهات لا نقول بأنها حلال ولا نقول بأنها حرام، فنحن نتوقف فيها، فيتوقف فيها ورعا. يتوقف فيها ورعا، هذا حكم المتشابه. ومن أهل العلم من يرى أن المتشابه ينظر، طبعا هذا متشابه بالنسبة إلى الناس وقد يشتبه على بعضها العلم فينظر ويقيس ويلحق الأشباه بالنظائر وينظر في أدلة الشرع وقواعده ويخرج إلى حكم إن كان أهلا لذلك، وإن استجمع آلية النظر وأهليته خرج. ولهذا نجد أن أهل العلم غفر الله لهم ورحمهم قد جعلوا في ذلك قواعد وأصول،
لتحرير المواطن ومعرفة الأشباه والنظائر، لعله يأتي إن شاء الله في هذا القسم الآتي عن الوجه السابع. لكن قبل أن أغادر في المتشابه في حكمه، أقول لا شك أن ترك الشبهات أو المتشابهات والمشتبهات هو من الورع، والورع يدل على كمال الإيمان وتمامه. وكم نجد أن الأئمة رحمهم الله يدعون ما به بأس حذر من الوقوع مما فيه بأس، لذا نجد أن الإمام البخاري رحمه الله قد ذكر هذا الحديث، حديث النعمان، في باب في كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، ليبين رحمه الله أن الورع والبعد من استبراء الدين من مكملات الإيمان. ولهذا مما يؤثر عن السلف رحمهم الله أنه قال، أن منهم من قال كميمون بن مهران رحمه الله قال: لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا. ويقول الإمام ابن عيينة كما في الحلية لأبي نعيم: إنما سم المتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. اتقوا ما لا يتقى. وقال الحسن رحمه الله: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وهذا من باب الورع كما قلنا، فإنه من الإيمان ومن مكملاته. هذا هو الوجه السادس. والوجه السابع في أقسام المشتبهات، في أقسام المشتبهات. المشتبهات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يعلم الإنسان أنه حرام، يعلم الإنسان أنه حرام ثم يشك فيه هل زال عنه التحريم أم لا، هل زال عنه التحريم أم لا. فما كان كذلك فلا يزول إلا باليقين، فلا يزول إلا باليقين، لحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أرسل كلبي وأسمي عليه فأجد معه على الصيد كلبا آخر، قال: لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. فنجد هنا أن الرجل قد شك
في هذا الصيد الذي جلبه أو جلب إليه، هل هو من الكلب الذي سمى عليه أو لا، أي من الآخر؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أفتاه بالشبهة خوفا من أن يكون الكلب الذي صاد وقتل غير المسمى عليه، فكانت في هذه الفتية منه صلى الله عليه وسلم دلالة على الاحتياط. ولهذا نجد أن أهل العلم رحمهم الله قد نصوا قواعد في هذا الباب، من ذلك ما قاله الناظم السعدي رحمه الله في منظومته في القواعد: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. يعني أن هذه الأشياء الأصل فيها التحريم، فإذا شك الإنسان أحلت أو لم تحل يبقى الأمر على الأصل حتى يزول هذا الشك بيقين. فالأصل في الأبضاع هي التحريم، والمراد بها الوطء، وطء النساء، فلا يحل إلا بيقين، يعني بنكاح صحيح أو ملك يمين. وكذلك اللحوم، فإذا اجتمع في الذبيحة سببان مبيح ومحرم يغلب الجانب الثاني عن التحريم، لحديث عدي هذا المتقدم. قال: والنفس والأموال للمعصوم كذلك، المسلم المعصوم الدم بإسلامه أو المعاهد أو الذمي فدمه محرم، وكذلك ماله وعرضه، فلا يباح إلا بحق. وهكذا، فهي محرمة حتى يجيء الحل، فهذا يبقى اشتبه هذا قسم فلا يزول عنه حتى يعلم ذلك الزوال بيقين. والقسم الثاني عكس الأول، أن ذلك الشيء كان حلالا فشك في تحريمه، وهذا كرجل مثلا له زوجة فشك في طلاقها، هل وقع أو لم، هل طلق أو لم طلق، الأصل بقاء الأمر على ما هو عدم الطلاق حتى يزول بيقين. وكذا في أمة له شك في عتقها، فيبقى الأمر على الأول حتى يزول بيقين. ولهذا مما نص عليها العلم رحمهم الله: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، وقال: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. فلا يحرم من هذه المآكل أو المشارب أو العادات إذا ما قد ثبتت في أصلها أنها حلال وشك في وقوع الحرام فيها، فلا يزول ذلك الأصل أعني التحليل إلا بيقين. وهكذا الحال في المياه والثياب
إذا شك وترك الوضوء من ماء لا أدري أنجس هو أو لا، فهذه من السفسطة والوسوسة، فالأصل في هذه المياه الطهارة، وهكذا الثياب ما لم يعلم يقينا نجاستها، وكأن يأتي إنسان تحين عليه الصلاة فلا يصلي في بقعة باعتبار أنه احتمال وقوع بول عليها سابق فجف والأرض لم تطهر، هذا هوس ولا هو بورع، بل هو ورع كاذب من وساوس الشيطان ونزغاته، وليس هذا يعتبر من الشبه أصلا. والأصل في هذا حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه المثابت في الصحيح وغيره، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والقسم الثالث أن يشك فلا يدري في شيء أحلال هو أم حرام، وهل الأمر أو الأمر يحتمل التحليل والتحريم ولا دليل على ذلك، يعني لا دليل يرجح التحريم أو التحليل، فالتنزه هو الأفضل والبعد هو الورع، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت في الصحيح لما رأى التمرة ساقطة في بيته قال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. هذه الأجناس في المشتبهات وهذه أقسام الناس فيها وأحكامهم، فلا يقع الإنسان في الوساوس ولا في الخطرات ولا يستجيب لنداء الشيطان، بل يبتعد كل البعد عن ذلك. الوجه الثامن في قوله صلى الله عليه وآله وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فهنا في هذا الحديث العظيم تنبيه وتحذير في البعد عن محارم الله جل وعلا، والتحذير من ذلك، وهذا يكون من وجهين: وجه أن من لم يتق الله فإنه وتجرأ على الشبهات والمشتبهات فإن ذلك يفضي به إلى المحرمات، بل وإن ذلك يحمل على التساهل في أمرها، بل إن ذلك يفضي به إلى الجرأة في ارتكاب المحرم، كما قال بعض السلف: الصغيرة تجر إلى كبيرة، والكبيرة تجر إلى الكفر، وكما قيل وهو مشهور: المعاصي بريد الكفر. فكم من أناس تساهلوا في أمور ظنوها يسيرة جرتهم إلى مزالق ومهالك، نسأل الله السلامة والعافية. والوجه الثاني أن من أكثر من مواقعة المشتبهات والوقوع فيها وإتيانها
فإن ذلك يورث ظلمة في القلب فيفقد نور العلم، وبالتالي يفقد نور الورع. ومن كان حاله كذلك لا يؤمن أن يقع في الحرام وهو لا يشعر. ففي قول عليه الصلاة والسلام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، هذا ضرب لمحارم الله جل وعلا، فالحذر من المقاربة فضلا عن الإتيان لهذه المحارم، لأن من اقترب في الغالب أنه يقع. فيجعل بينه وبين تلك المحارم حاجزا، وكما قال ميمون لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا. ثم بين عليه الصلاة والسلام هو وجه التاسع، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله الحديث. المضغة هي القطعة من اللحم، فالقلب أمير البدن، ففي صلاحه صلاح لسائر البدن. ولهذا قال قائلهم ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم الثابت في الصحيحين وغيره يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك أو على طاعتك. فالقلب مهتم به، وجاء الوعيد أو الذم لمن لا يعقل بقلبه. قال الله جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. ويقول جل وعلا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فصلاح القلب إذا ما صلح القلب، وذلك باستقرار الإيمان فيه والخوف من الله جل وعلا والرجاء فيما عنده والخشية والإنابة والتضرع، فإذا ما كان ذلك صلحت جميع الجوارح واستقام أمره ووفق. وبفساد القلب تفسد بقية الجوارح، ولهذا قيل قديما إذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبارة الأعضاء. فالقلوب تمرض وترتاب، قال الله جل وعلا أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا، ويقول جل وعلا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ولهذا نبه هنا في هذا الحديث وأرشد إلى أن صلاح البدن والجوارح من صلاح القلب، وصدق صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال الحسن رحمه الله اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته. ويقول الحافظ ابن رجب رحمه الله لا صلاح للقلوب حتى تستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبته وخشيته، إلى أن قال وهذا هو حقيقة التوحيد وهو معنى لا إله إلا الله. فلا طمأنينة إلا باستقرار التوحيد في القلب ومخالطته سويداء القلب من تعظيم الله جل وعلا وإفراده بالعبودية والاقتراح بين يديه والبكاء بين يديه جل وعلا وتذكر عظمة الله جل في علاه والانكسار بين يديه فمتى عظم ذلك في قلب المرء عظم إيمانه وصلح قلبه فصلح بذلك سائر الجسد. والوجه العاشر في
في بعض بيان بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث والمستنبطة منه. استدل بعض أهل العلم واستفاد من هذا الحديث سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها. ولهذا قال الناظم: وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. بمعنى أن الوسائل لا أحكام المقاصد، فما يجر إلى حرام فهو حرام، وما يجر إلى حلال فهو مباح، وإذا كان واجبا وجب، وكل بحسبه. ويستنبط أيضا من هذا الحديث ويستفاد: ينبغي على المؤمن والمؤمنة البعد عن محارم الله جل وعلا والابتعاد، وأن يجعل العبد بينه وبين محارم الله حاجزا. وثالثا: ينبغي للإنسان أن يحافظ على عرضه وأن يصونها، فالسلامة لا يعدلها شيء. كذلك نستدل من هذا الحديث ويستفاد تعظيم القلب والحث على بذل الجهد لإصلاحه وإعماره بتوحيد الله جل وعز وتعظيم سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ومتابعته، فهو أمير الجوارح، فبصلاحه يصلح البدن وبفساده يفسد والعياذ بالله. وأيضا نستفيد أن العبد يجب أن يراقب الله جل وعلا في أعماله وأفعاله، وأن يبتعد كل البعد عما يقدح في تحقيقه للعبودية لله جل وعلا ويجينها. بهذا نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.